عنده انسجام وعنده تفاهم وعنده ترابط وعنده انتاج فني. استاذنك كابتن بس اتفضل. وهنكمل كلامنا، لكن طبعا فريق نادي الاتحاد واحد من الفرق اللي احنا دايما بنعزها كاهلاويه، يعني كالكره المصريه بتحب الفرق الانديه الشعبيه تبقى متواجده. النهارده الاتحاد كان بيلاعب طنطا وفاز على طنطا 1-0، ده يعني حاجه مبشره في الفتره القادمه. خلينا نروح سريعا لكابتن محمد ابراهيم مدير الكره بنادي الاتحاد الاسكندريه. كابتن محمد مساء الخير والف مبروك يا كابتن. الله يخليك الله يبارك فيك. مبروك يا كابتن، واكيد ثلاث نقاط مهمين في مشواركم لوجودكم في الدوري الممتاز العام القادم. اكيد اكيد ثلاث نقاط مهمين جدا في توقيت صعب جدا، في مباراه صعبه جدا، انت وطنطا تقريبا في حته واحده، صحيح احنا فارقين بس نقطتين عنهم، لكن الحمد لله ربنا كرم النهارده، ربنا وفق النهارده اداء رجولي قبل الاداء الفني يعني. كابتن يمكن المباراه اكيد صعوبتها زي ما انت بتتكلم كده في ان طنطا موجوده معاك في نفس الخندق زي ما احنا بنتكلم او بنقول بالزبط. فبالتالي التعامل ازاي كان مع المباراه النهارده يا كابتن؟ لا يعني الحمد لله كابتن عمر النهارده كان هادي جدا في ادائه، كان مدي اللعيبه ثقه ان يأدوا اداء طيب الحمد لله. كان احنا كنا ما حملناهمش بضغوط كثيره، لسه دوري لسه بدري كثير على الدوري، لسه في فتره طويله جدا في سبع حوالي سبع مباريات، لا يعني لسه بدري يعني كابتن فاروق. لا هو لسه بدري طبعا يا كابتن. مهمه يعني المباراة مهمة، طبعا مهمة جدا جدا يعني. وبالتالي احنا خدنا الموضوع بهدوء شوية، ركزنا لعبنا بأداء قوي وسايبين النتيجة بتاعت ربنا، الحمد لله ربنا كافئنا بأداء كويس والنتيجة الحمد لله ناخد ثلاث نقاط من طنطا. انتوا دخلتوا مع المقصة دلوقتي يا كابتن، انتوا دخلتوا مع المقصة تقريبا 29 نقطة في نفس يعني الامور، لسه له مباراه والمقصه لسه فعلا فاضل له مباراه. المباراه القادمه كابتن محمد هيكون مع مين ان شاء الله؟ سموحه ان شاء الله. سموحه ماتش طبعا سكندري او ديربي موجود في مدينه اسكندريه. والله يا كابتن فاروق كل الماتشات صعبه، كل المباريات صعبه طبعا. طب يا كابتن محمد، ويعني الواحد سعيد بالنتيجه ليك، ويعني فعلا انت عارف انا واحد من الناس اللي لعبوا في الاتحاد الاسكندري وعارف يعني ايه قيمه النادي الاتحاد الاسكندري والانديه الشعبيه بشكل عام. كابتن عادل كنت طبعا، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين يعني بيسلموا عليك وبيقولوا لك الف مبروك كابتن محمد. يعني كابتن محمد مبروك يا حبيبي. ربيع وكابتن عادل وكابتن شريف، شريف عبد المنعم. شريف طبعا حبيبي كابتن شريف. كابتن الحمد لله الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليكم، بنشكركم على مساندتكم من قناه النادي الاهلي للنادي الاتحاد دايما صراحه يعني. احنا بنشكركم كتير جدا، وجمهور الاتحاد بيشكركم كاداره ولاعيبه على مساندتكم الكبيره لينا في الفتره السابقه والفترات اللي جايه ان شاء الله. نثق فيكم يا محمد. طبعا كابتن بالتوفيق ليكم، واحنا دائما يعني الانديه الشعبيه المتواجده في الدوري الممتاز بنحب ان احنا نساندها بشكل كبير. النادي الاهلي اكبر نادي شعبي في مصر، فبالتالي احنا بنساند هذه الجزئيه. طبعا فريق طنطا ايضا من الانديه الشعبيه برضو ولكن طبعا هي بيبقى مباريات صعبه، مباريات بتبقى كل واحد عايز يفوز. بشكرك طبعا كابتن محمد والف مبروك يا كابتن، بشكرك شكرا جزيلا. فبالتالي احنا بنحاول الى حد ما لما يبقى في نادي شعبي بنسانده بشكل كبير من خلال قناه النادي.